السلام عليكم، فيديو جديد. السلام عليكم الفامي، الا اول مره كتدخل القناه نتسناو يدير الاشتراك ويدق على الجرس باش يوصلكم الجديد. يعني اليوم غادي نهضروا على البيرمي واش تطبق على المواطن تاع الشينوا ولا لا. البيرمي واش الاكثر يجون المستجدات هادو؟ بالنسبه للبيرمي يعني قال صحاب 96 100 فوق من 50 راهم بيرمي. البلاكه اللي فيها الف راه بيرمي، وبالنسبه للستة 90 راه بيرمي يعني بلا ما تناقش. كما دابا واش طبقوا البيرمي ولا لا، واش كاين شي جديد بالنسبه للبيرمي؟ راه غادي مدينه يعني كيطبقوا القانون بمدينه، يعني ماشي كيطبقوا على المغرب كامل في مره، يعني باش ما ينوضش شي صداع ولا شي حاجه. وبالنسبه للبيرمي راه دابا مطبق في شي مدن، ودابا غادي المدن اللي مطبق ليهم غادي ليهم شويه بشويه يطبقوا عليهم بيرمي. وبالنسبه ل يعني لدوزتي بيرمي ودوزتي بلاكا كتزاد لاسورانس كتزاد يعني بحال كتي بالنص. كنتي كتسوري ب 28 غتولي كتسوري ب 42 ولا 50. وهذا هو البلان، وزيد عليها الى الله بيدوز البلاكا يعني كتخلص 700 درهم. وبالنسبه للبيرمي، كاينين جوج، كاين ا و واحد. بالنسبة ل يعني بيرمي كبير كدوزو ب من 2000 درهم حتى 3000 درهم، و بيرمي واحد من 1000 درهم حتى 1500 درهم. وبالنسبة لكل واحد فيكم يخلينا كومونتير اش من مدينة واش تبقوا عليها بيرمي وبلاكا، يعني قناة تاع بيرمي وبلاكا واش تبقوا على مدينتك ولا باقي. ونتمنى انك تخليها في كومنتير.